مشكلة إدارة القطاع إنه ما كان ضمن استراتيجية عامة للتنمية المستدامة في لبنان، أو على الأقل استراتيجية الطاقة في لبنان وإنتاج الطاقة في لبنان. لو كان في استراتيجية عامة يمكن كان هذا الخيار بلبنان معدوم، ما كان لازم يتاخذ بعين الاعتبار، لأنه مخاطره كثير عالية، ممكن يخرب جوانب أخرى بالاقتصاد، ممكن يشكل هذا المورد يكون نقمة على البلد، لأنه يسبب انقسامات، يسبب مشاكل، انعكاسات بيئية، يسبب انعكاسات سلبية على قطاعات أخرى منتجة بلبنان، مثل قطاعات سياحية، مثل قطاعات الزراعية، مثل كثير من الحرف الصغيرة من اللي بيشتغلوا بالبحر وبيشتغلوا بأماكن كثير قريبة من الطبيعة، موارد الطبيعة الأخرى غير النفط والغاز. بعتقد مثل التجارب البلدان النامية كثيرة صار فيها مشاكل من هالنوع، انه بس صار في عندهم نفط وغاز انضربت كثير قطاعات اخرى، صار كلهم بيشتغلوا بهذا القطاع ويتركوا قطاعات اساسيه، وعملوا خلل كبير بالاقتصاد، خصوصا بالدين الصغيره اللي مثل حياتها بتستغلها الشركات وما بتستفيد منها الدوله، واذا كانت الدوله ضعيفه مثل وضع لبنان المشرزمه كمان اكثر وقتها بصير الشركات تقدر تستغل اكثر، وتطلع عصفة الدوله كثير صغيره وبينترك للدوله اللبنانيه غير المشاكل والانعكاسات الجانبيه والسلبيه من الاستخراج ومن الانتاج بهذا القطاع، بالاضافه طبعا لمشاكل اخرى ممكن نحكي عليها بعدين.